I'm feeling good. فاجأ خبر زواج الفنانة العراقية شذى حسون قريباً الجمهور، وذلك بعد أن قامت صديقتها الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز بفتح القصة. وفي التفاصيل وخلال لقاء كل من شذى ومهيرة مع برنامج إي تي بالعربي في كواليس الاحتفال بعيد ميلاد مهيرة الذي أقيم مؤخراً في دبي، قالت الأخيرة ممازحة: أصدقاء وجيران كمان وعم نحتفل بعيد الميلاد وقريباً بزواجها، في إشارة منها إلى صديقتها شذى. ومن ناحية أخرى، كانت كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان حقيقة التعليق المسيء الذي نسب للفنانة العراقية شذى حسون بحق صوت مواطنتها الفنانة العراقية رحمة رياض. وأوضحت العيدان في تغريدة لها أن الصورة مفبركة، وقالت: توضيح للأهمية، تواصلت مع الفنانة الجميلة شذى حسون وأكدت لي أنها من عاشر المستحيلات أن يصدر منها هذا اللفظ والتعليق، لا ضد رحمة رياض ولا غير رحمة رياض، وأن التعليق مزيف عن طريق الفوتوشوب. وأضافت في حسابها الرسمي على موقع تويتر: فرجاءً عدم تداول البوست المزيف لأنه عاري عن الصحة وغير حقيقي، والله يحفظ بنات العراق الطيبين. هذا وكان عاد الخلاف بين الفنانة العراقية شذى حسون والفنانة العراقية رحمة رياض ليتصدر حديث المتابعين خلال الساعات الماضية. وفي التفاصيل، فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة من إحدى الحفلات التي كانت تحييها رحمة رياض، أخذت من أحد اللايفات التي كانت تنقل الحفل على إنستغرام، والتي ظهر فيها تعليق للفنانة شذى حسون صدم الجميع، إذ وصفت صوت رحمة بكلمة خادشة للحياء. ومن ناحية أخرى، كانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسعر حقيبة الفنانة العراقية شذى حسون، فقد نشرت شذى حسون صورة ظهرت فيها حقيبة يد سوداء لاقت إعجاب الجميع. وظهرت شذى وهي في المطار وعلقت على الصورة كاشفة أنها متجهة إلى العراق، وكتبت: إلى بلد الحبيب. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة وأعربوا عن إعجابهم بإطلالتها المميزة، وحظيت الصورة بآلاف الإعجابات بعد وقت قصير من عرضها. كما لفتت أنظار المتابعين حقيبة السفر المميزة التي تحملها وتساءلوا عن سعرها، ليتبين أن السعر يفوق سعر هاتف جديد ويصل إلى 2900 دولار أمريكي، أي 3000 تقريباً، ما اعتبره المتابعون سعر عال جداً.